رانا ما عترش. الله يبارك الشيخ شيخ قرون. قيمة هذه الصبيحة. شيخ الفلوس تتهاطل على جبل سيدي الرغيث بحضور عديد الجمعيات والسلطات والهيئات، وكنا كتلة واحدة من أجل غرس هذه الشجرة، يعني غرس راح يكون عبادة ويكون إن شاء الله فيها منفعة الله يبارك. بارك الله فيك الشيخ، بارك الله فيك الشيخ. شوفوا ما شاء الله يا جماعة، نغيركم شوية. الله يبارك. الأشجار تاعنا أشجار خروب، نقدموا الشكر تاعنا ل خوتي أخوتي هادوم داروا فيا حالة، هادوم داروا خاصة عزينا ودار فيا حالة، شوفوا لي حل معاه خويا ميلود، شوف له حل، ربي يحفظكم. مكان الله يبارك. هاي الثلوج هاو جبل سيدي الرغيث. ان شاء الله راح نبداو العمليه نتاعنا، ربي يتقبل منا. كل الشكر لعائله نونو، كل الشكر لجمعيه الجبل، جمعيه قلوب رحيمه على الدعم نتاعهم باشجار تاع الخروب، بارك الله فيهم. شيخ بن عرب مباشر، معليش ليك مباشر. خونا بن عرب رئيس مسرحه بمحافظه الغابات بام البواخي، نشكره خاصه ونيابه عن كل اعضاء جمعيه مدينه الخضراء، قدموا لنا الدعم كامل. اليوم رانا مع جمعيه نادي نونو في حمل التشجير. خونا بن عرب تفضل. هذه العمليه تندرج في اطار عمليه الشراكه بيننا وبين جمعيات المجتمع المدني. اليوم هو يوم برنامجنا فيه جمعيه نونو لاجل عمليه غراسه تاع 2000 فجيره تاع الخروب على مستوى جبل سيدي الرغيث. كاين معارض بزاف من شتى نواحي الوطن، رانا مجندين مهم لهذه الغراسه في اطار مجهودات بناء الوطن ان شاء الله. بارك الله فيك ان شاء الله. مرحبا بهم، الناس اللي باغيين يجيو كامل يتفضلوا معنا. بارك الله فيهم. هذا عمل خيري اولا، ويعتبر عمل بناء الوطن ان شاء الله. بارك الله فيك خويا بن عرب، شكرا، تعيش.